بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم طلاب وطالبات الصف الثاني عشر في درس من دروس مادة الفيزياء بعنوان الغاز المثالي الجزء الثاني. أما عن أهداف درسنا اليوم عزيزي الطالب، فيتوقع منك في نهاية هذا الدرس أن تكون قادرا على أن أولا تذكر العلاقات الرياضية المختلفة لحساب عدد مولات الغاز مستخدما كل من كتلة الغاز وعدد الجزيئات. ثانيا تطبق قانون الغاز المثالي في حل مسائل متنوعة بشكل صحيح. تذكر معي عزيز الطالب أنه يمكن للمتغيرات الفيزيائية التي تصف سلوك الغازات أن تتغير جميعها في نفس الوقت، ويمكن الحصول على علاقة رياضية تربط بين جميع هذه المتغيرات بدمج القوانين الثلاثة للحصول على قانون عام يسمى قانون الغاز المثالي، ويمكن إجمال تلك القوانين في هذا المخطط، حيث قانون شارل يوضح العلاقة الطردية بين V و T، كذلك قانون بويل الذي كان يوضح العلاقة العكسية بين B و V، كذلك قانون جاي-لوساك الذي كان يوضح العلاقة الطردية بين B و T، ويمكن دمج هذه القوانين الثلاثة للحصول على قانون الغاز المثالي، حيث B ضرب V تقسيم T يساوي كونستانت أو ثابت. درسنا كذلك عزيز الطالب صيغة قانون الغاز المثالي BV يساوي NRT، حيث قلنا أن B وهو الضغط ويقاس بوحدة نيوتن لكل متر مربع أو باسكال، كذلك V هو الحجم ويقاس بوحدة المتر المكعب، أما N فهي عدد المولات وتقاس بوحدة المول، وR الثابت العام للغازات حيث يساوي 8.31 جول لكل كلفن مول، أما T فهي درجة الحرارة وتقاس بوحدة الكلفن. ونوهنا إلى أنه للتعويض عن قيمة R يساوي 8.31 جول لكل كلفن مول لابد أن تكون قيمة الضغط باسكال، وقيمة الحجم تقاس بوحدة المتر المكعب، وقيمة درجة الحرارة بوحدة الكلفن. درسنا كذلك عزيز الطالب أنه إذا كان لدينا غاز حجمه V1 وضغطه B1 ودرجة حرارته المطلقة T1، ثم تغير حجمه إلى V2 وضغطه إلى B2 ودرجة حرارته المطلقة إلى T2، فإن B1 ضرب V1 تقسيم T1 يساوي B2 ضرب V2 تقسيم T2. وكذلك يمكننا استخدام قانون الغاز المثالي للحصول على قوانين الغازات الثلاثة كالتالي: أولا عند ثبوت الضغط، فإن العلاقة السابقة تقول إلى أن V1 تقسيم T1 يساوي V2 تقسيم T2، وهي صيغة قانون شارل. كذلك عند ثبوت درجة الحرارة، فإن تلك العلاقة تقول إلى أن B1 ضرب V1 يساوي B2 ضرب V2، وهي العلاقة التي تمثل قانون بويل. أما عند ثبوت الحجم، فإن تلك العلاقة تقول إلى أن B1 تقسيم T1 يساوي B2 تقسيم T2، وهي الصيغة الخاصة بقانون جاي-لوساك. كذلك عزيز الطالب في صيغة قانون الغاز المثالي BV يساوي NRT، يمكننا حساب عدد مولات الغاز باستخدام كتلة الغاز وعدد الجزيئات، فيمكننا حساب عدد مولات الغاز من الصيغ الرياضية التالي، حيث أن N يساوي M small وهي الكتلة الكلية تقسيم M capital وهي الكتلة المولية أو الجزيئية. كذلك يمكن حساب عدد المولات من الصيغة N يساوي N capital وهي العدد الكلي للجزيئات تقسيم NA وهو عدد أفوجادرو، حيث أن عدد أفوجادرو وهو عدد الجزيئات أو الوحدات في 1 مول من الغاز، ويساوي 6.23 من 1000 ضرب 10^23 يونت. أسئلة وتدريبات. سؤال رقم 2 صفحة 81 في الكتاب المدرسي: افترض وجود كمية من غاز مثالي عند درجة حرارة 27 درجة سيليسيوس، إذا تم تسخين الغاز بمقدار 1 درجة مئوية عند ضغط ثابت،
فبأي عامل سيتغير حجمه؟ ب: إذا بقي الحجم ثابتًا أثناء تبريد الغاز بمقدار 1 درجة مئوية بدءًا من 27 درجة سيليسيوس، فبأي عامل سيتغير ضغطه؟ س: إذا بقيت درجة حرارة الغاز ثابتة وقد تمدد حجمه بنسبة 1%، فبكم سيتغير ضغطه؟ أولًا، لحل هذا السؤال عزيزي الطالب، نحسب عامل تغير الحجم، وبالتعويض في صيغة قانون الغاز المثالي، حيث ب1 v1 تقسيم t1 يساوي ب2 v2 تقسيم t2، وحيث أن الضغط ثابت، إذا نقوم بحذف ب في الطرفين، تؤول تلك المعادلة إلى أن v1 تقسيم t1 يساوي v2 تقسيم t2، وبالتعويض بقيم درجة الحرارة، وهنا نقوم بتحويل درجة الحرارة من السيليسيوس إلى الكلفن، وهنا درجة الحرارة 28 لأن درجة الحرارة تزداد بمقدار درجة مئوية، إذا نقول أن V2 يساوي 301 V1 تقسيم 300، ومنها نوجد V2 حيث تساوي 1.0033 V1. لاحظ هنا عزيزي الطالب أنه بزيادة درجة الحرارة سيزداد الحجم عند ثبوت الضغط، وهذا ما يتفق مع قانون شارل. ثانياً، حساب عامل تغير الضغط، وبالتعويض عزيزي الطالب في صيغة قانون الغاز المثالي، حيث ب1 في 1 تقسيم T1 يساوي ب2 في 2 تقسيم T2، وحيث أن الحجم ثابت، إذا نستطيع أن نحذف V1 مع V2، فتؤول تلك العلاقة إلى أن ب1 تقسيم T1 يساوي ب2 تقسيم T2. نقوم بالتعويض بقيم درجات الحرارة، حيث أن درجة الحرارة الأولى 27 وتم تحويلها إلى الكلفن، كذلك درجة الحرارة الثانية 26 لأن صيغة السؤال تقول أنه تم تبريد الغاز بمقدار 1 درجة مئوي. إذا تؤول تلك المعادلة إلى أن ب2 تساوي 299 ب1 تقسيم 300، إذا نوجد قيمة ب2 حيث تساوي 0.997 ب1، وهنا عزيزي الطالب نلاحظ أنه بتقليل درجة الحرارة سيقل الضغط، وذلك عند ثبوت الحجم، وهو ما يتفق مع، أحسنت عزيزي الطالب، قانون جاي-لوساك. ثالثاً، حساب عامل تغير الضغط، وذلك عند تمدد الحجم، وبالتعويض أيضاً عزيزي الطالب في صيغة قانون الغاز المثالي، حيث ب1 في 1 تقسيم T1 يساوي ب2 في 2 تقسيم T2، وحيث أن درجة الحرارة ثابتة، إذا نقوم بحذف T1 مع T2، فتؤول العلاقة إلى أن ب1 في 1 يساوي ب2 في 2. لاحظ معي عزيزي الطالب أنه قد تمدد حجم الغاز بنسبة 1%، إذا نستطيع أن نقول أن V2 يساوي V1 زائد 1 تقسيم 100 أو 0.01 V1. إذا نقول أن V2 يساوي 1.01 V1، وبالتعويض بقيمة V2 في المعادلة، إذا نقول أن B1 V1 يساوي B2 ضرب 1.01 V1. إذا نقول أن B2 يساوي B1 V1 تقسيم 1.01 V1، وبحذف V1 في البسط والمقام، إذا نقول أن ب2 يساوي 0.99 ب1. لاحظ معي عزيزي الطالب أيضا أنه بزيادة الحجم سيقل الضغط، وذلك عند ثبوت درجة الحرارة، وهذا ما يتفق، أحسنت عزيزي الطالب، مع قانون بويل. سؤال رقم 6، صفحة 81 في الكتاب المدرسي. وعاء يحتوي على 2 مول من النيتروجين عند درجة حرارة الغرفة صفر مئوية وضغط يساوي 100,000 باسكال. احسب كتلة النيتروجين وحجمه في الوعاء. إذا علمت أن الكتلة المولية للنيتروجين تساوي 28 جرام لكل مول. لحل هذا السؤال عزيزي الطالب، أولاً نقوم بحساب كتلة النيتروجين. يتم حساب كتلة النيتروجين من خلال التطبيق في قانون عدد المولات، حيث أن N يساوي M small تقسيم M capital، M small وهي الكتلة بالجرام، و M capital هي الكتلة المولية.
بالتعويض قيمة عدد المولات، حيث أن N يساوي 2 مول يساوي الكتلة بالجرام وهي المجهول تقسيم 28 جرام لكل مول وهي الكتلة المولية للنيتروجين. إذن نقول أن M تساوي 2 مول ضرب 28 جرام لكل مول، ومنها نوجد قيمة الكتلة بالجرام حيث تساوي 56 جرام. ثانيا، حساب حجم النيتروجين. يتم حساب حجم النيتروجين من خلال التعويض في صيغة قانون الغاز المثالي، حيث BV يساوي NRT. إذا نقول أن V يساوي NRT تقسيم B. هنا عزيزي الطالب لابد أن نلاحظ أنه للتعويض عن قيمة R حيث تساوي 8.31 جول لكل كلفن مول، لابد أن تكون قيمة الضغط باسكال وقيمة الحجم متر مكعب وقيمة درجة الحرارة بالكلفن. لذلك نقوم بتحويل درجة الحرارة من الصفر مئوية إلى الكلفن، وذلك بالإضافة إلى 273. إذن بالتعويض عن قيم كل من N و R و T و B، إذن نقول أن V يساوي 2 ضرب 8.31 ضرب 273 تقسيم 100,000. إذن نحصل على قيمة V حيث تساوي 0.045 متر مكعب. سؤال رقم 27 صفحة 87 في الكتاب المدرسي. قارورة حجمها 7 ضرب 10 أس سالب 4 متر مكعب مملوءة بغاز عند درجة حرارة 37 درجة سلسيوس وضغط 140,000 باسكال. A. كم يبلغ عدد مولات الغاز في القارورة؟ B. كم يبلغ عدد جزيئات الغاز في القارورة؟ C. احسب كتلة الغاز في القارورة إذا كانت الكتلة المولية 28 جرام لكل مول. لحل هذا السؤال، أولاً عزيزي الطالب نقوم بحساب عدد مولات الغاز، وذلك بالتعويض في صيغة قانون الغاز المثالي، حيث أن BV يساوي NRT، ومنها نقول أن N يساوي BV تقسيم RT، وحيث أن درجة الحرارة 37 درجة سلسيوس، إذا نقوم بتحويلها إلى الكلفن، ثم نقوم بتعويض عن كل من B و V و R و T، حيث نقول أن N يساوي 140,000 ضرب 7 ضرب 10 أس سالب 4 تقسيم 8.31 ضرب 310 وهي درجة الحرارة بالكلفن. إذا نقول أن عدد المولات يساوي 0.038 مول. ثانيا، نقوم بحساب عدد جزيئات الغاز. نقوم بحساب عدد جزيئات الغاز من خلال التعويض في قانون حساب عدد المولات، حيث أن N يساوي N كابيتال وهو العدد الكلي للجزيئات تقسيم NA وهو عدد أفوجادرو، ومنها نستطيع أن نوجد N كابيتال حيث يساوي N سمول ضرب NA، وحيث أن NA هو عدد أفوجادرو وهو يساوي 6.23 ضرب 10 أس 23 يونت، وبالتعويض بقيم كل من عدد المولات وعدد أفوجادرو نستطيع الحصول على العدد الكلي للجزيئات، حيث نجد أنه يساوي 2.29 ضرب 10 أس 22 يونت. ثالثا، حساب كتلة الغاز. نقوم بحساب كتلة الغاز من خلال التعويض في قانون حساب عدد المولات، حيث نقول أن N يساوي M سمول وهي الكتلة الكلية تقسيم M كابيتال وهي الكتلة المولية، ومنها نقول أن M سمول يساوي N ضرب M كابيتال. إذن نقوم بالتعويض بعدد المولات وكذلك الكتلة المولية، إذن 0.038 ضرب 28 نحصل على كتلة الغاز في القارورة حيث تساوي 1.64 جرام. إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من درسنا اليوم، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.